تيري بسالي ونطير معك بلالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح خليك ليري بسالي ونطير معك بلالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح دوزيام رونديفو ديال الطبيب صافي سمينات ايوا صافي حنا دابا كنتسناو فيه طلعنا دابا قطعت لكم سميتو كان واحد اللي طالع من ورايا شي باش ما بش نهضر قدامو غندخل دابا نشوف شنو غنديرو غندير لي فاك هاد السنينات هادي الشومه ما غاديينش غندير لهم لي باك بغيت نشارك معكم الشكل والثمن صافي يلا بقاو معايا الى اخر الفيديو ما تمشيو فيه المهم الحصه الاولانيه راه دار ليا شويه نقى لي اسناني من الداخل حيت ديال كالكير بقي عندي حصص اخرى حتى هما النتيجه النهائيه راه ماشي نهائيه يلا الحصه الاولانيه دار ليا هاد السلك دابا في الاول ملي دخلت بقات بحال ينجر ليا شويه السنان من برا ومن ينجرهم ليا شويه من الفوق دار ليا واحد الماده ما عرفتش انا داك واش بنج ولا ما عرفتش واش بنج ولا شي ماده المهم هذيك الماده ومن بعد ردت ومن بعد فاش دار ليا ديك الماده دار ليا لصق ليا هادو بواحد لاباري ديال الليزر دابا غدا عاد غادي نرجع ثاني ان شاء الله بحال هاد الوقيته المهم انا غادي ندير لكم هادشي في فيديو واحد غدا ان شاء الله دا بحال هاد الوقيته دا غنرجع عندو نركب السلك لانهم قال لي ما غانيش يركب لي اليوم السلك حتى تزقاو لي مزيان ويثبتو ايوا صافي هذا مكان شتي اللي كاين اليوم دابا انا غادي نقضي واحد الغراض هنايا ومن بعد نمشي لي مال الاربعه نص نهار عند الدراري دابا غادي نمشي للدار نديرو الكوتشي يالله نتلاقاو ان شاء الله الا كان شي من ندير معاكم تمشي للدار نصور لكم هذاك برودوي اللي خرجوا لي في الحصه الاولى فاش حي ديال الكالكير واحد برودوي شريته واحد الماء كنشلل به فمي وصافي تنحك سناني ونشلل به فمي يلاه السلام عليكم هاد الساعه كما كتشوفوا في العشيه الزوج ديالي جاتو واحد الخريجه حتى للبروج بحكم ان نص نهار عند الدراري قلت علاش لا ما نمشيوش معاه تما نديرو فيه. ما فيه ما قلت لك ما فيه ليش شيبة لا خلي دابا خرجنا من القهيوة الشعبية حطينا الحرشة والمسمن وأتاي صافي كانت هادي خرجنا لمدينة بروج ورا غير فيلاج راه ماشي مدينة يعني غير فيلاج صغير ايوا صافي هذا مكان ما عرفتش انا السيستم ديالهم هنا داكشي علاش ما عرفتش نهز التليفون نصور لكم من برا ما عرفت الوقتاش جايبة صافي هذا مكان حنا دابا ركبنا في الطوموبيلة يلاه سمعتي بنو نخرج غنشدو دابا الطريق يلاه التليفون باي باي عليكم ما تنساوناش لايك وبارطاج مع اصحابكم وحبابكم عجبكم الفيديو خليو لي تعليق ما عجبكمش الفيديو ديرو لي ديزلايك يلا بسلامه عليكم
بس.